المغربي سي احمد سنوسي. سي احمد سنوسي اللي ما شافوش من 1994 كي تغلقت الحدود البريه بين الجزائر والمغرب. 17 سنه ملي هاد الزوج حباب ما تلاقاوش. عمي عبد الرزاق من مواليد 28 جوان 1926 في تلمسان، اليوم راه مولا 85 سنه هذا الانسان اللي راكم تشوفوا فيه، زيدوا له تصفيقه. ومازال البركه. فاتت ديجا اون اني بعد ما لقات جاك المرسول بين الصديقان علي شاوش الجزائري وسنوسي حمد المغربي. لقائهم هذاك كان بعد غيبه طويله دامت حوالي 17 سنه. اوه عبد الرزاق، هذا صديق ديال العمر، صديق ديال العمر هذا. زيد نقسمو عزيز زي ما ديم 60 سنه ديال ولا قسمو فايت 60 سنه ديال قسمو ديال الصداقه. يعني وما شفتوش هذه اللي اخر قسم مره ما شفتوش، يعني هذه فايت 20 سنه. عبد الرزاق علي شاوش هو الاصل ديالو من تلمسان وتيسكن دابا في وهران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. عمر عمر كسمو يعني ملي كنا يعني عاد شبان صغار، أنا كسمو معرفة كان يجي عندي كسمو الوجدة، يعني كسمو أنا كنت عاد يعني عاد شبان صغار ملي 15 عام 16 سنة لسنة في عمر ديالنا، كان يجي لعندي وأنا كنت نمشي عندو، عند كان والديا وكان والدي الله يرحمه وكل شيء مساكن إوا كنا كما حقا كنا يعني عائلة وحدة، كانت عائلة بيناتكم. إوا لا إله إلا الله، هذا هو الشيء، هذا هو الشيء، هذا هو الشيء. حبيت تسمع واش جاي يقول لك؟ نعم حبيت تسمع واش جاي يقول لك؟ ماذا بيا هي؟ هاني جاي. عمي عبد الرزاق، نعم حنا جبناه يا أخي، لا سيربريز هايلي. بارك الله فيك. تفضل فرق قلبك، دوك اللي نقول لك تكلم ما تخليهاش في قلبك. هاي تفضل. ما قدرتش ها؟ ما قدرتش. هيا نجي نقعد قدامك ونعاونك. هاي هاوليك هو حبيبك هو رشيد. رجعت انا شاهد هو شاهد. ايه وحنا كاني ترانا شاهدين. الله يبارك فيك. رانا شاهدين. هاي تكلم معاه بصح او يستنى تقول له. ميدا. نعم. لا الله الدنيا. لا اله الا الله. خليك الموت تفرق والحياه تفرق. لا اله الا الله. وحنا ما عندناش، انا محبة ربي. قالوا كذا الحمد لله. لله الحمد. الحمد لله. الحمد لله على السعادة. رحنا تلاقينا تمن انا في المنام كنت نشوفك وما نوصلش نشوفك. لا اله في المنام. الحمد لله اليوم اليوم هذا. رقاية. الحمد لله. وليدات. كل شيء بخير الحمد لله. خل مشيت عند نسيبك. عند سير الحاج محمد. عند الحاج محمد. خليك تفاس. اييه. عند بنتك. اي نعم. على بالك. نعم. وبركه في راسك. بارك الله فيك، ما يمشي معك شر. بارك الله فيك. وعلى كل حال راني اديت الواجب في التليفون. لا بارك الله فيك. هذا هو. ما فيش. ودروك رحنا نسمى نتلاقاو بحول الله. ان شاء الله بحول الله مع قوة. بحول الله مع قوة. انا. لا اله الا الله. هذا هو. لا اله الا الله. لا اله الا الله. حتى الوليدات كاع بخير. الحمد لله. الحاجة لاباس عليها وكلشي لاباس. شوية شوية. أي أنا؟ إيه. بس ما يكون. هذيك كلمة كيفاش تقولها؟ نعم. دي نطمو كلشي. نطمو كلشي واش؟ دي تقول لك هي. إيه. عشو.
من تما كل شيء يقول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. خوتك لاباس عليهم وليدات لاباس. ايوا كاين دي كاين دي توفى كاين دي عابد عندي خبر عليه بلي توفى. انا انا وخوك الكبير لاباس عليك يقول له. لا شكون؟ حمد حمد حتى هو مات. هو توفى. اي نعم. اي واحد. الله يجعل البركه في الباقي. امين امين. وقت اخرى انت كنت خايب. حفيدتك هي درت معايا. نعم. وعلى كل حال فرحة اللي محسوب أنا ما نتعوف بعنا بقى سبحان الله. الحمد لله. هذا هم. الحمد لله. علاش؟ احنا في الدن نتاعنا والدن مشترك باللي المغرب العربي أنا متلتوه كي واحد الزاوش. أيوة إن شاء الله. الدات والجنحين هادو يتكاملوا. اي والله يهديهم يعني. الله يهدي الجميع الله يهدي الجميع وماذا من على كل حال مساحة عجوبة 60 كيلومتر تفرق بيناتنا ونجيو حتى لتونس اللي نجينا نسكسرو خيرهم كيف معنا نسكسرو خيرهم اللي كانوا صلة الرحيم الله يجزيهم بخير هذا هو الله يجزيهم بخير الله يسلمك الله يسلمك عمي عبد الرزاق تبارك الله فيك الله يسلمك الله يسلمك بصح دوك انا ماذا بيا انا تفرغ قلبك وتقول له علاش عرضته هنا عرضته محبة ربي الله لا خزر فيه وقول له انا ايه محبة ربي برك ما جاناك محبة في الله ويا ما تشجرنا ما كيشفوا محبة كسما ديال اخوة ديال لله اوه هذه بارك الله فيك سي احمد معليش نريح قدامك شوية هذاك البكاء هادو والدموع هادو ما ايوا الفرحة تاع فرحة فرحة بصح حنا كي نجيبوكم من جاك المرسول ماذا بينا نجمعوكم باش تفرحوا الواقع يعني كسموه الشي عبد الرزاق يعني كسموهم اللي توفات يعني الحاجة دي الزوجة الله يرحمها الله يرحمها كسموهم اللي كسب الخبر عيط لي في التليفون عزاني كسموه سنين الله يجزيه بخير قال لي واش يمكن لي نشوفك لان كاين عندنا تما تما في الطريق ديال لابلاج السعوديه تما كان تما لا فرونتير قريبه هما غير قبل تما وحنا قريبه قال لي واش يمكن لي يعني نجي تسموها نتلاقاو تما نشوفك وتشوفني قلت له ودي تسموها انا مع اللي كتعرف مع الموت مع الشيء تسموه ومع تسموه ما كانش عندي السياره ديك الساعه قلت له ودي حتى السياره ماش عندك تسموه قال لي ونشوفه قال لي شو وقت اخر قال لي تسموه ان شاء الله تير شوف يلحق لا 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 لحقت يعني تسموه حقك تسموه لا اله الا الله واش رايك في هذا الشيء اللي دار؟ نعم الله يجازيه بخير الله يجازيه بخير يعني الله يجازيه بخير حقه هي هذه الاخوه هي هذه يعني وهذاك راه يعني خايمه شي كسمو يعني عندنا اخوه هذه انا قلت لكم اللي كانت عندنا 14 15 عام وحنا كسمو حنا مع بعض يعني ماشي كسمو ماشي اليوم هذا ماشي هذا ديال البارح ولا ديال اليوم راه حنا حتى كسمو تدرنا وليداتنا وحتى وليداتنا يعني كبروا وليداتنا كسمو تعرفوا بعضهم بعض يعني كسمو يعني صداقه يعني الحمد لله كانت يعني مع الاسف حتى تقطعت يعني الصله كسمو يعني بالمقطع ديال الحدود بعد كسمو وهذا الشيء اللي راه كسمو لا حول ولا قوه الا بالله لا الصله قلوب ماشي في الحدود واخا يعني كسمو هكذاك ملي يشوف حبيبك ويشوفك ماشي بحال صح ماشي صح بحال بعيد عليك وبعيد كسمو ماشي يعني مسافه قريبه مسافه قريبه كسمو بينك كسمو باش نمشي نشوفه ويجي يشوفني كسمو يعني حتى تصبح كسمو يعني ما تنجمش تجي كسمو يعني انا نجي من المغرب حتى لهنا كسمو يعني حتى لتونس باش كسمو يشوفني وهو يجي من الجزائر حتى لهنا حقا كسمو يعني تدير في القلب يعني الواقع هو هذا تدير كسمو الخاطر كسمو احنا يعني كسمو امه واحده بلاد واحد مغرب واحد وزعما ما باش يكون احنا الاتحاد ديالنا واللي كسمو يعني يكون فوق كل شيء حتى اصبحنا يعني احنا كسمو الناس يضحكوا علينا ما شاء الله ما شاء الله حقائق هذه ما شاء الله يعني بلاد اللي كسمو يعني كافحت الاستعمار وكسمو يعني دارت الاستعمار وخرجت الاستعمار لا احنا ولا هما كسمو يعني كسمو يعني كسمو عليها كان بالعكس تكون عندنا بيناتنا روابط يعني صله كبيره ماشي ان شاء الله وصله ما بين الجزائر بالاخر ما بين الجزائر وكسمو المغرب يعني صله كسمو ولكن لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اش يقولوا لا حول ولا قوه احنا يا اخي رانا مع بعض دوك لا حول ولا قوه الا بالله هاوليك جزائري مغربي الحمد لله انا في تونس الحمد لله الحمد لله هكذا ذلك افضل الله هذا ذلك افضل الله حقا هي هذه ذلك افضل الله الحمد لله على الشهاده شوف دوك راه يتسنى على بالك واش راه يتسنى هو
ما نترسنا باش يشوفنا باش نسلم عليه ونسلم عليه. ايه وراه يستنى تقرر هل تحل الرساله ولا ما تحلهاش. لا سي نحل الرساله الله يرحمه. حكايه هاد زوج صحاب كانت اجمل مثال للصحبه الحقيقيه، فبدموعهم وحراره قلبهم قدروا يجوزوا رسائل قويه. الصحبه النقيه هي المحبه تاع ربي، والفرح والقرح بالاحباب، حب البلاد من الايمان، والمغرب الكبير بلاد وحده، هي كالزاوش الحر ذاتها الجزائر وجناحتيها المغرب وتونس. هذيك السنة